ما نحبش نقول فشل. اليوم ما نجموش نحكيه على فشل الحوار الوطني، مع أنه فما مهلة معناها أخيرة نقدروا أنه مسؤولية الأحزاب السياسية ودور المنظمة الراعية اللي نشكروا دورهم حتى التو بقى يطلب كذلك مزيد معناها من الصبر من 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 المصابرة من مجاهدة النفس وكلنا في الأحزاب السياسية لإيجاد معناها أرضية للالتقاء. اليوم ما نحكيوش على فشل، نحكيو على مهلة أخيرة بأسبوع 10 أيام تعتبروها فرصة الأخيرة لإنقاذ الحوار الوطني. حاجة أخرى، الفشل الحوار الوطني لو يفشل، احنا في التحالف الديمقراطي كنا من أكثر الناس نعتقد مع كثير من الأصدقاء حرصا على هذا الحوار الوطني. احنا يوم انطلاق الحوار الوطني منذ شهرين كنا في آخر اللحظات نقنعوا في أطراف في حركة النهضة وأطراف أصدقائنا في المعارضة لبداية الحوار الوطني اللي حتى يوم بدايته كثير من الأصدقاء والخصوم السياسيين حتى معناش عداء ما كانوش يأمنوا به. اليوم وصلنا طريق ضيق، نقول ما عندنا حتى حل الا انجاح الحوار الوطني هذا. وللناس اللي تعتقد انه الحوار فشل نقول لا، لابد ان نعطيو فرصه اخرى. سي مهدي، السيد حسين العباسي من عام الاتحاد والراعي الاكبر للحوار هو اعلن الفشل رغم اللي اعطاه ما سماه هو فرصه الامل الاخير اللي ب 10 ايام. شوف سي حسين العباسي قال على فشل الجوله هذه، اكيد انه لو نجحت الجوله هذه فكان يكون عندنا اليوم رئيس حكومه، ولكن باش نحكيو على اسباب هذايا. ابقى الفشل هو غلق باب الحوار الوطني وفتح باب مجهول، هذا ما قالوش، ما قالتوش المنظمة الراعية، ما قالوش سي حسين العباسي، قال فما فرصة أخيرة بعشر أيام. نعتقدوا أن الفرصة الأخيرة بعشر أيام تقضي أنه مازال ما فماش فشل نهائي وفما إمكانية للحل هذايا. حاجة أخرى، فشل الحوار الوطني ما البديل عنه؟ البديل على الحوار وعلى السياسة بين الفرقاء السياسيين شنو؟ اللي قادر يعطينا بديل واضح في هذا الطرف أو ذاك، بديل يكون ثمنه أقل معنا سوء على التوانسة من الوضع الحالي السيء اللي احنا عايشين فيه، قلنا عليه.